اهلا يا شباب، في الفيديو ده هنعرف ازاي نعمل تشيك بوكس في برنامج فيجما. اول حاجة هبدأ اجيب ايكون. ممكن انا اعمل الايكون بشكل مانوال هنا في البرنامج، بس الافضل والاسهل ليا اني اجيبها ببلاجن. فهاجي هنا فوق علشان اجيب الايكونز اللي انا محتاجها، فهكتب في السيرش ايكون، اختار دي واعمل run واستنى شوية هتظهر عندك بالشكل ده. فهكتب check وانزل تحت اعمل import تظهر عندك كده. هاخد منها copy، واهم حاجة الستروك عندي هنا في النسخة يكون انسايد. واضيف ليه فيل واغير الالوان بالشكل ده واخفي العلامة من الشيك رقم واحد. وهعمل سيلكت عليهم ومن فوق اعمل كومبوننت، وعلى اليمين اضغط على از افيرنت، وهتيجي هنا عند وضع البروتوتايب وعند الفريم الاول واسحبه للتاني واخليه اون كليك وسمارت انيميت. ونفس الكلام عند الفريم التاني وعند اسيستس ولوكال كومبوننت هسحبه بالشكل ده. فانا دلوقتي عايز اشوف اللي احنا عملناه ده، فهاجي هنا اعمل فريم جديد، وبعد كده هاجي عند وضع البروتوتايب واعمل اد فلو واعمل بلاي للفلو، هيظهر معاك بالشكل ده وبس كده. ده كان شرح بسيط، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.